أهلا بكم، اشتركوا في قناتنا لتصلكم كل الأخبار الرياضية لحظة بلحظة. والآن لنبدأ. يستضيف استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي مباراة الأهلي المصري القادمة أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2021، والتي تأتي لتحديد المركز الثالث. الأهلي المصري سقط أمام بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد، أما الهلال السعودي فقد خسر أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي بهدف دون رد. وستقام مباراة الأهلي والهلال إن شاء الله يوم السبت المقبل الموافق للثاني عشر من فبراير 2022 على الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت كل من تونس الجزائر والمغرب، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة. وستذاع مباراة الهلال ضد الأهلي عبر تطبيق قناة أبوظبي الرياضية، كما يمكن للجماهير متابعة القمة العربية حصريا في المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC Sports. مشاهدة طيبة للجميع. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.